السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ مستغربين انه نزلت فلوج. هو المفروض اني انزل زي لو هي يعني لو انك ملك السعودية ولو خيروك او نسألني يعني 3 اشياء في شيء واحد راح تنزل بكرة. فلوقات أسهل من هذه الأشياء، الفلوق بس أخذ هذا جوال أصور أرجع أقفل وبعدين أشوف الأخطاء، وإذا في أخطاء يعني مرة كثيرة أمسح. وهذا اللي حاب أقوله، عشان كذا وجهي مفقع من النوم، نمت يمكن 8 وصحيت 9 يعني لسه بالليل إحنا. فشوفوا البيت كيف زي ما انتم شايفين، هذا اللي انا قصدي عنه. فانتم الحين عرفتوا انا عن ايش دائما اتكلم واقول لكم انا ما اقدر اصور بالبيت عشان اخوي يرفع صوت التلفزيون، وحتى لو قفلت الباب يطلع الصوت. بس الحين غصبته قلت له غير توطي الصوت، والحمد لله رضى. وبعد اسمع عن الاشياء يمكن انتم تسمعوها ويمكن لا. فعشان الحين بالليل فما اقدر اصور لكم برا، خطر. فقلنا كذا بس اصور لكم، خلينا نلعب لعبة. لعب لعبة زي ما انتم شايفين، الساعة 10:05 الثلاثاء 16 رجب. نلعب لعبة فزعة ممكن؟ يلا معليش كلجت كلاش اوف كلانس، معليش سامحوني عشان كنت متعود على الفزعة. اللي يشوف وجهي مفقع من النوم، نمت من 8 لين 9، صحيت صليت بعدين طلعت 10. في حد هجم علي ونقص مني 28. هذه خريطة في كلاش اوف كلانس، اقسم بالله خايسة، ابغى اطور منها بس يعني ماني قادر، لأن لازم أطور هذا البيت، هذا لازم أطوره. هذا يبغى 25. شوفوا أنا كم معاي الحين، معاي دقيقة بس، معاي 8000 مهرضيبة، ما أدري ليش. خلينا نجمع. نسيت أقول لكم شيء، طبعا هذا راح يكون أقصر فلوق في العالم، هذا اللي نسيت أقول لكم. فنكمل اللعبة، وأبي خفلوق في العالم. يعني إذا عندك أي شيء أهم يعني روح سويه، إذا يعني مثلا عندك مذاكرة روح، أنصحك ما أنصحك إنك تدخل هذا إذا عندك مذاكرة أو أي شيء، بس لأني طفشان فقلت خليني أصور عشان إيش ما أكون سحبة. نكمل في موضوعنا، موضوع القرية. فزي ما أنتم شايفين أنا عندي هذه، أنا مسميها الطاحون، وعندي قنبلتين، وعندي هنا واحدة مدفعة، هنا مدفعة، وهنا هذه رماية. زي الدفاع خايس، يعني كل من هجم على قريتي فاز. الجدار طول الثاني، بتأكد الجدار ليفل 2 إلا 2، هذه وهذه ليفل 3. قاعد احاول اني ابني الجدار حوالي المدينة عشان اي واحد يدخل ان شاء الله يعني يخسر. بس خلصنا نلعب، دايما نلعب زي كذا، اجي ادخل اجمع فلوس اطلع، فانا اطلع خلاص. شوفوا مين بيجي الحين، شوفوا مين بيفتح الباب. خليكم جاهزين. فجأة منضرب، اظن انه منضرب، فعشان ما تقولوا سحبة او شيء زي كذا، لان نزلت كذا الشكر وبعدها فلوق، فقلنا خلينا نعطيكم من هذا الفلوق. وهذا يصير وراء الكاميرا لما ايش يعني اقفلها، يعني اقعد على جوالي فقط. ان شاء الله راح انزل 10 اشياء عني، اذا سمعتوا زاد يعرفون اخواني، ما عليه.
ان شاء الله راح انزل 10 اشياء يعني عني ما تعرفوها. اول شيء يعني راح اعطيكم هو الحين اني احب جوالي، هذا مكسور من ورا هذا الشيء. فبس هنا تكون نهاية الفلوق او الفيديو او اي تقولونه. اذا عجبكم نسوا اللايك والسبسكرايب. مع السلامة.